ايه واكستنشن. بصوا مين ده؟ الابر ليم صح؟ كل حركات الابر في الشولدر والقلب والريست فليكشن لقدام اكستنشن لورا. تعالى ناخد ده سهل قوي، مين ده؟ الالبوز. الابر ليم اللي هو الدراع كله مش كلام، اللي هو الارم والفور ارم والهاند، كل ده اسمه ايه؟ ابر ليم. ماشي بص معايا كده، ها ايه رايكم نسميه دي تاني ولا فرد؟ تاني صح. طب كده يا في الابر ليم في الالبو التاني اللي قدام والفرد اللي ورا صح كده؟ قدام يبقى فليكشن، ورا يبقى اسمه ايه؟ اكستنشن. صعبه دي، فيها مشكله. ده بالنسبه لمين؟ انهي مفصل؟ الالبو. عايز اقول لكم حاجه، كل مفصل بيحرك الجزء الديستال. واحد اللي مش فاهم برضه بص معايا، بص بقى الاخ الظريف ده، في عندنا المنطقه اسمها ايه هنا؟ ارم. ها فور ارم اسمها هاند. الشولدر بيحرك الارم مش يبقى ده ديستال بالنسبه للشولدر صح؟ الشولدر بيحرك مين؟ الارم. والقلب بيحرك مين؟ الفور ارم. والريست بيحرك مين؟ الهاند. خايف من الموضوع كويس قوي. فالجوينت بيحرك الجزء الديستال بالنسبه له صح؟ فلما اقول ايه؟ بالنسبه للشولدر مين اللي هيتحرك فيه هنا؟ الارم صح كده؟ بعدين طب ما الفور ارم هيتحرك اهو. لا بس طب بالنسبه للقلب مين اللي هيتحرك هنا؟ الفور ارم. فهمت قصدي؟ طيب فدلوقتي بص معايا، ده القلب صح؟ مين اللي اتحرك؟ الفور ارم صح؟ ففي القلب الفليكشن لقدام والاكستنشن ايه؟ لورا. يعني الفليكشن الفور ارم بيطلع لقدام وفي الاكستنشن الفور ارم بيرجع لايه؟ لورا. فيها مشكله دي؟ طيب طب في الريست؟ هو ده الريست مش كده؟ تعال نبص كده مع بعض. هو كده قدام ولا ورا؟ مش احنا قلنا ده اسمه ايه معلش الحته دي؟ بالم صح؟ ده اسمه ايه؟ دورسم. انا طب في الريست بقى؟ ما هو كده قدام في الاناتوميكال بوزيشن صح؟ وكده ورا. خلاص يبقى كده فليكشن كده اكستنشن مفيش مشكله يعني. هو زي القلب برضه يعني قدام وورا مفيش مشكله. يعني فليكشن لقدام والاكستنشن ايه؟ لو حتى الصوابع ها؟ مش دي اسمها فينجرز؟ مش كده؟ كده فليكشن كده ايه؟ اكستنشن. في اي مشكله كده؟ كده يبقى اسمه فليكشن كده اسمه ايه؟ اكستنشن. في مشكله في بالك؟ هو قال لك بس المشكله في الثامب بس اللي هو اسمه ايه؟ الصابع الكبير اسمه ايه تاني معلش؟ ثامب. ماشي برضه انا عايز اقول لكم معلومه عن اسماء الصوابع قبل ما نكمل كلامنا كده. ايه اسماء الصوابع نعرفها برضه بره عشان بقى نقول ثامب وبتاع في ناس بتبص لي كده. عيب قوي ان طالب في سنه اولى ما يعرفش اسماء صوابعه ايه. حاجه جميله خالص. بصوا معايا كده. الصابع ده اسمه ثمب، اسمه يا اخوانا؟ ثمب. ماشي؟ اندكس. هما دول مشكلتين، ثمب واندكس، فيها مشكلة؟ طب بص كده مش ده اللي في النص؟ مش ده اللي في النص يا اخوانا؟ يبقى ميدل فينجر، يبقى اسمه ايه؟ ميدل فينجر. طيب لو واحد تلبس دلة خطوبة ولا جواز في أنهي صابع؟ أكيد في ده يعني صح كده؟ يبقى ده صابع الدبلة صح؟ رينج فينجر مش كده برضه؟ اسمه كده والله اسمه رينج فينجر. ماشي وده الصغنن صح؟ ليتل فينجر مش ده الصابع الصغير؟ مش اسمه كده؟ ليتل فينجر. تاني تاني بص معايا كده اسماء الصوابع. ها والله بصوا في سهلين، اللي في النص يبقى اسمه ها ميدل فينجر. ده بتاع الدبل يبقى اسمه الصغير. ما انت عندك كبير ثامب وده اندكس بس ثامب واندكس، ايه المشكله يعني؟ صعبه كده؟ طيب بالنسبه للاربع صوابع دول اندكس وميدل ورينج وليتل، الفليكشن اللي قدام والاكستنشن اللي ورا، ايه المشكله دي؟ كده فليكشن كده ايه؟ اكستنشن. انما الصابع الكبير اللي في الاناتوميكال بوزيشن بصوا كده فليكشن كده اكستنشن صح؟ فليكشن ناحيه البالم، اكستنشن بعيد عن الايه؟ مش ده البالم يا اخوانا صح؟ بيروح على البالم ويرجع للبالم، او في مستوى البالم مش كده؟ مش ده مستوى البالم يا اخوانا؟ كده فليكشن كده ايه؟ غير الصوابع دول بصوا ده بيتين ويفرد ازاي؟ وده بيتين ويفرد ازاي؟ ده البلين او مستوى البالم. فالفليكشن والاكستنشن بتاع الثامب في مستوى مين؟ البالم. بص المنظر عامل ازاي؟ مختلف شويه يعني. بس برضه ده فليكشن وده ايه؟ اكستنشن. كده فليكشن كده اكستنشن، فليكشن اكستنشن. في الالبو نفس الكلام قدامها فليكشن ورا اكستنشن. اه في مشكله بقى، ده مين ده؟
شولدر صح. واحد يقول طب بس الشولدر ممكن يتحرك حاجات كتير، ممكن اعمل كده صح، ممكن اعمل كده صح، ممكن اقعد الف ومش عارف كده. طب فين بقى الفليكشن والاكستنشن بالظبط؟ نفس القاعده، قدام فليكشن ورا اكستنشن. يعني ايه؟ مش ده الارم صح كده؟ كده فليكشن كده اكستنشن. واحد يقول طب ما كده وكده، دي حركه ثانيه ماشي اسمها يبعد ويقرب كده، بيتني الشولدر ويفرد الشولدر، يتني الشولدر ويفرد الايه؟ الشولدر. اه يعني قدام وورا صح؟ قدام يعني فليكشن لمين ده؟ لمين؟ انا جوينت شولدر. طب كده اكستنشن للشولدر، فيها مشكله؟ طب كده فليكشن للالبو، اكستنشن للالبو، فليكشن في الريست، اكستنشن فين؟ في الريست. في اي مشكله؟ صعبه؟ اقول تاني؟ طب بالنسبه للابر لم، طب في اللور لم؟ اللور لم مختلفه شويه. بص معايا، هو يعني اتفقنا ان كل الابر قدام فليكشن ورا اكستنشن صح كده؟ سواء بقى شولدر فليكشن او الالب برضو قدام فليكشن او الريست برضو قدام فليكشن او الصابع برضو قدام فليكشن ماشي. يعني ايه؟ كل اللي ورا في الابر اكستنشن، كل اللي قدام يبقى ايه؟ فليكشن. طب الكلام في اللور مختلف. تعالى ناخد كده ايه المفاصل، اسم المفصل ده هيب ها وني جوينت ها انكل جوينت، بس احنا بقينا نقول الهيب والني والانكل يعني، بس هو اسمه هيب جوينت، ني جوينت، وانكل ايه؟ وانكل جوينت. بصوا معايا. تعالى شوف كده، واحد بيمشي اهو صح كده؟ كده كده صح. طب كده تاني وكده فرد. اه يعني برضو الهيب زي الشولدر ها، قدامي يبقى ايه؟ فليكشن، ورا يبقى ايه؟ اكستنشن. فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن، فيها مشكله دي؟ طيب اسمه الجوينت هنا كده قدام، خلي بالك صح؟ وكده ورا كده فليكشن كده اكستنشن لمين؟ للهيب، للهيب. طب الركبه بقى ايه رايكم ها؟ كده ايه؟ فليكشن كده اه، يعني في الركبه الفليكشن اللي ورا بقى. الابر كان كله اللي قدام فليكشن وكل اللي ورا اكستنشن، بس اللي ورا فيه مشكله هي إيه؟ ان الهيب قدام هو فليكشن عادي مفيش مشكله، يبقى كده ما اختلفناش معاه، بس في الني الفليكشن اللي ورا والاكستنشن لمين؟ اللي قدام. انت فهمت قصدي ايه؟ الفليكشن لمين ها؟ لورا، والاكستنشن لمين؟ بص بصوا عكس الالبو، الالبو قدام ها فليكشن، ورا اكستنشن، في الركبه ورا فليكشن، قدام اكستنشن. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اولى تاني؟ واحد طب هو يعني الكلام ده يفرق معانا في ايه يعني فليكشن؟ العضلات. يعني ايه العضلات؟ يعني مثلا هندرس ان في عضلات قدام الالبو مثلا ماشي؟ قدام الالبو تتنيه ولا تفرده؟ تتنيه. اذا تتنيه صح؟ طب ورا الالبو هتفرده. ما احنا بناخد العضلات اوريجن انسرشن نيرف سبلاي واكشن، باخد الاوريجن والانسرشن مثلا، انا باخد العضله ماسكه في العظمه دي ورايحه على العظمه دي مثلا، مثلا يعني جايه من العظمه دي، مش ده الالبو صح؟ اه كده فليكشن وكده ايه اكستنشن. فالعضله ماسكه من العظمه دي للعظمه دي مثلا تمام، هي واعرف بقى هي قدام الالبو ولا ورا الالبو؟ قدام الالبو. فاجي اتكلم على الاكشن صح؟ مش لازم احفظه، هي قدام القلب يبقى تتفرد اتنين بس خلاص. طب لو ورا القلب تبقى ايه؟ تفرد بس. وصلت ولا لسه؟ معايا؟ بتفرد معايا في الاكشن بتاع الايه؟ المصل بتعمل ايه؟ العضله بتعمل ايه؟ بتتني بتفرد. طب اعرف ازاي تتني وتفرد؟ اعرف الاوريجن والانسرشن صح؟ ماسكه من اللي فين؟ ومش كده وبس، وضعها للمفصل عامل ازاي؟ قدامه ولا جنبه؟ ماشي تعمل اكشن تاني، فهمت قصدي ايه؟ بتفرد معايا الحاجات دي. معايا كنا؟ طيب. نيجي للرخامه بقى. ايه ده؟ الانكل صح؟ ايه البتاع ده اسمه ايه؟ فوت مش كده؟ الفوت. طب هي الفوت برضه بيتنانى شكله عامل ازاي؟ او الاكشن بتاعه يبقى عامل ازاي؟ او حركاته تبقى ايه ده؟ بص معايا كده. تعال نشوف البتاع الظريف ده كده. طبعا دي الركبه صح؟ كده ايه؟ فليكشن كده ايه؟ ما حد يقول طب ما يكون كده فليكشن. في حد بيمشي كده؟ في واحد بقى قال طب ما ممكن يبقى كده فليكشن عادي جدا يعني على واحد دي وكده بقى ايه ده بالظبط يعني، فالركبه اخرها كده صح كده؟ خلاص مفيش بعد كده، ما تتفرجش اكتر من كده خلاص. معايا؟ بس فهمت قصدي؟ طيب المشكله عندنا في ده مين ده؟ الفوت بقى. طب كده اسمه ايه؟ وكده اسمه ايه؟ كده ها؟ وكده؟ طب ايه رايكم كده ممكن يبقى فليكشن؟ وكده ممكن يبقى فليكشن؟ كده ممكن يبقى اكستنشن؟ كده ممكن يبقى اكستنشن. ينفع؟ اه طبعا ينفع. ازاي؟ على حسب احنا بنوصف ايه وبنتكلم عن ايه. الفوت يلخبط شويه. ازاي؟
في الابر مفيش مشكله، ده اسمه ايه ده؟ بالم، وده اسمه ايه؟ فكده فليكشن كده اكستنشن، مفيش اي حاجه هنا يعني خلاص، مفيش اي خلافات في الابر في اي حاجه من دي، قدام فليكشن ورا اكستنشن وخلاص. الفود في لعبه شويه، ايه هي؟ بص معايا، في اسمها صابع ثم اندكس ميدل رينج، وده اسمه ايه؟ ليتل. بص معانا ايه المنظر الغريب ده، ادي الفوت اهو، ده ظهر الفوت وده بطن الرجل مش كده، او ظهر ظاهر القدم وباطن القدم زي ما انتم بتسموه يعني ماشي. ده بيسموه بالانجليزي دورسم اوف فوت، اسمه يا اخوانا دورسم. طب تحت يبقى اسمه ايه؟ لا، بالم خاصه بالابر لم بس، بالايه؟ بالهان. هنا اسمها سول، اسمها ايه؟ سول. سول اوف فوت، دورسم اوف فوت ماشي. طب في الهاند كان اسمها ايه؟ بال ودورسن. في برضه في الفوت في دورسن بس ده اسمه ايه؟ سول ماشي. حتى بالبلدي كده ايه؟ ظهر ايدي صح كده؟ وظهر رجلي مش كده؟ ظهر الفوت يعني، مش محتاجه يعني الموضوع الدورسن دي مش صعبه يعني تمام. طيب طب لو حاجه ليها علاقه بالدورسن تبقى دورسل صح؟ يعني حتى بصوا بالم ها ودورسن، يبقى بالمر ودورسل صح؟ بالمر سيرفس ودورسل سيرفس، في مشكله؟ طب في الفوت بقى في سول وفيها دورسال، يبقى ده اسمه السيرفس ده دورسال سيرفس. طب وده بلانتر سيرفس على الارض يعني، معلش مختلف شويه معلش احفظوها معايا. تاني فوق اسمها دورسال، تحت اسمه حاجه ليها علاقه بالدورسال تبقى دورسال، دورسال سيرفس ماشي. يعني السطح بتاع الظهر مثلا بتاع الفوت. طب في بطن الرجل يبقى اسمها سول او بلانتر سيرفيس. الجوينت اللي اسمه قلناها اسمه ايه يا اخوانا؟ انكل جوينت. طب الحركه بقى تبقى ايه؟ بص معايا كده، والله الفوت اهو ماشي، هنا الجوينت اسمه قلنا انكل، والله الفوت ممكن يتحرك كده، ممكن يتحرك كده صح كده؟ يعني هنا ده الدورسم صح؟ يتحرك لفوق او يتحرك لتحت. انا بتكلم على مين دلوقتي هنا ها؟ بتكلم على مين؟ يتحرك لفوق يبقى اسمها دورسي فليكشن، فيها مشكله دي؟ طب يتحرك يبقى العكس ده اسمها ايه ها؟ دورسي اكستنشن، في اي مشكله؟ يبقى لفوق اسمها تاني، بس انا بوصف على مين دلوقتي؟ على الدورسا. فوق دورسي فليكشن، تحت بلانتر فليكشن اللي هي الحركه دي، ده الدورسم صح؟ دورس فليكشن بلانتر اسمها ايه؟ دورس ايه؟ اكستنشن. طب لو وصفت على السول، انا كنت بوصف على مين دلوقتي؟ على الدور عكسه، عكس مين؟ الدورسم. يعني ايه؟ مين ده؟ انهي سيرفيس؟ بلانتر سيرفيس صح؟ تحت يبقى فليكشن بالنسبه لمين؟ للبلانتر، يعني دي تساوي بلانتر فليكشن، وفوق يبقى بلانتر اكستنشن. فهمتوا اللعبه جايه ازاي؟ بس انا وصفت على ايه؟ على بلانتر. فالمصطلح اللي بنستعمله فوق يبقى دورس فليكشن، تحت بلانتر فليكشن. فهمتوا المنظر عامل ازاي؟ يعني الحركه دي يبقى اسمها دورس فليكشن صح؟ طب كده يبقى اسمها بلانتر ايه؟ فليكشن. وقال طب ما انا ممكن يبقى كده دورس اكستنشن، ممكن صح؟ ايه المشكله؟ بس هتلاقي اللي موقف في الكتب